قطاع غزة يعاني من نقص في خدمات الصحة النفسية. أولا يعني يوجد مستشفى وحيد في داخل قطاع غزة، هذا المستشفى هو بسعة 42 سرير وهو متهالك، وبناؤه تم في عام 56 ككلية للتمريض، ولم يصمم بشكل صحيح كمستشفى طب نفسي وهو يقع بين السكان. السعة السريرية لهذا المستشفى قليلة جدا بالنسبة لعدد السكان الهائل الكبير في قطاع غزة، 42 سرير لا تكاد تكفي الأعداد بسيطة من المرضى الذين يعني يدخلون هذه المستشفى. هناك العديد من المرضى يخرجون قبل نهاية انتهاء فترة العلاج الخاصة بهم، وذلك بسبب الاكتظاظ في أعداد المرضى وقلة الأسرة. بالإضافة يوجد 6 عيادات منتشرة في قطاع غزة تساعد هذا المستشفى على علاج هؤلاء المرضى.